السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في المقدمة شرح التهجين وعرفنا إزاي نهجن الكربون SP3 أو SP2 أو SP. هناخد ملخص سريع على الفيديو الأولاني، بعد كده هزود بعض الملاحظات. يلا بينا. عرفنا نحدد نوع التهجين عن طريق عدد روابط سيجما زائد النمبر أوف إلكترون. لو المجموع ده 4 يبقى نوع التهجين SP3، لو 3 يبقى SP2، لو 2 يبقى SP. يعني الكربون دي محاطة بأربعة سيجما يبقى نوع تهجينها SP3. هنا محاطة بتلاتة سيجما، واحدة باي، الباي مش بنحسبه، يبقى تلاتة سيجما يبقى SP2. الكربون دي محاطة باتنين سيجما مع الكربون، واحدة مع الهيدروجين، يعني كله تلاتة، يبقى الكربون دي تهجينها SP2. الكربون دي محاطة باتنين سيجما يبقى SP، اتنين سيجما يبقى SP. طيب قلنا الذرات اللي عليه كل فيها لون بير اوف الكترونز عباره عن الهيترو اتوم والهالوجينات، 7 ذرات. الاكسجين بيحتوي على 2 لون بير اوف الكترون، فلما تيجي تحدد نوع تهجين الاكسجين بتحسب عدد روابط سيجما وتضيف عنهم 2، والنيتروجين 1، السلفر 2، الهالوجينات بيحتوي على 3 لون بير اوف الكترون. طيب تعال نشوف امثله. لو قلت لك نوع التهجين في النيتروجين هنا ايه؟ هتقولي بيحتوي على 1 لون بير وواحدة سيجما، يبقى 2، يبقى نوع تهجين SP. هتقول هنا النيتروجين محاطة 3 سيجما وواحدة لون بير، يبقى 4، يبقى نوع تهجين SP3. الأكسجين محاطة ب 2 سيجما و 2 لون بير، يبقى 4، يبقى نوع تهجين SP3. الفلور من الهالوجينات فبيحتوي على 3 لون بير أوف إلكترون، 3 مع رابطة سيجما مع الهيدروجين يبقى 4، يبقى نوع تهجين SP3. أهو 3 لون بير مع واحدة سيجما مع الهيدروجين يبقى SP3. طب الأكسجين، اي اكسجين بيحتوي على 2 لون بير اوف الكترون ورابطه سيجما، يبقى 3، يبقى نوع تهجين SP2. النيتروجين بيحتوي على 1 لون بير وفي 3 سيجما، يبقى كله 4، يبقى نوع تهجين SP3. الحاجات دي احنا قلناها في الفيديو الاولاني وشرحناها بالتفصيل وازاي تحددها. اللي مش فاهمها يرجع تاني للفيديو الاولاني. طيب ازاي احدد نوع التهجين في ذرات عليها شحنه، إذا كان كربوكاتاين أو فري راديكال أو كربو راديكال أو الكربو أنايون. بس قبل ما أقول لك نوع التهجين لازم أقول لك إزاي تحصل على الشحنات دي. أي كسر أو كليفج أو فيجن، تايبز أوف فيجن أو كليفج يعني نوع كسر، أي كسر في الكيمياء العضوية نوعين، إما حاجة اسمها هيتيروليتيك فيجن يعني كسر غير متجانس. يعني مثلا هنا الكربون متصلة بكلور، الكلور أعلى من الكربون في السالبية وبالتالي هيسحب إلكترونات الرابطة ناحيته. فلما يحصل كسر الكلور هياخد إلكترونات الرابطة معاه فهيتكون عليه شحنة سالبة، لكن الكربون مش هياخد ولا إلكترون فهيتكون عليه شحنة موجبة. فالشحنة السالبة تعبر عن 2 إلكترون، لكن الموجبة لا، فقد الإلكترونات، مفيش ولا إلكترون. اسمها هيتيروليتيك فيجن او كسر غير متجانس لان ذره خدت 2 وذره ما خدتش حاجه. لكن النوع الثاني اسمه هوموليتيك فيجن يعني كسر متجانس. ده بيكون حاجه اسمها كربو راديكال. هنا الكربون متصله بالكربون، 2 نفس السالبيه، لما يحصل كسر الكربونه دي هتاخد الكترون والكربون دي هتاخد الكترون. الالكترون الواحد بيسمى راديكال، يبقى الراديكال هو الكترون واحد. الانايون عباره عن 2 الكترون، لكن فقد الالكترونات، مفيش الكترونات خالص، دي شحنه موجبه. كده انا فهمت ازاي اكون كربو كاتاين والكربو اناين والكربو راديكال. طيب ازاي احدد نوع تهجينهم؟ تعال نشوف. الشحنه الموجبه والراديكال مش بيتحسبوا في التهجين، لكن الشحنه السالبه تعتبرها لون بير اوف الكترون وبتحسبها في التهجين، يبقى الشحنه السالبه تحسب في التهجين. مثلا عندي مثال كده، CH3 موجب، هتقول 3 روابط سيجما فقط يبقى نوع تهجين SP2. الراديكال مش هتحسب، ف 3 روابط سيجما فقط يبقى نوع تهجين SP2. طب الشحنة السالبة؟ لا، 3 سيجما وواحدة شحنة سالبة يبقى 4، يبقى نوع تهجين SP3. الشحنة السالبة بتحسب في التهجين ما عدا في بعض الحالات هنقولها دلوقتي. هقول لكم دلوقتي قواعد للتهجين عشان تعرف تحسب نوع التهجين للذرات اللي عليها شحنه سالبه والنمبر. انا ما بحبش الحفظ فهقول لك القواعد بعد كده افهمها لك. القاعده الاولانيه، الذره لو تحتوي على لون بير
وان لون بير زي النيتروجين كده، او شحنه سالبه زي الكربون على شحنه سالبه، وكل رابطها احاديه ومرتبطه بذره اس بي 2 او اس بي، مش هنحسب اللون بير ولا شحنه سالبه كانهم مش موجودين. يعني هتقول الكربون دي محاطه ب 3 سيجما، فالكربون دي اس بي 2، مش حسبنا الاس بي خالص شحنه سالبه. ليه مش حسبناها؟ لان الكربون دي متصله بكربون اس بي 2. النيتروجين، النيتروجين هي متصله بكربون اس بي 2، فمش هنحسب اللون بير. هنقول 3 رابط سيجما، فالنيتروجين تهجينها ايه؟ اس بي 2. طب الكربون دي هتقول 3 رابط سيجما، فالكربون تهجينها اس بي 2، مش حسبنا الشحنه سالبه ولا اللون بير ولا شحنه سالبه، فكل الذرات دي تهجينها ايه؟ اس بي 2. طيب لو مركب ذره تحتوي على 2 لون بير اوف الكترون زي الاكسجين والسلفر، وكل رابطها احاديه زي المثالين دول كده، ومرتبطه بذره اس بي 2 او اس بي، مش هنحسب لون بير واحد فقط وهنحسب الثاني. يعني هنا الاكسجين فيه 2 لون بير صح؟ لا، لو عايز تحدد نوع تهجنه وهي مرتبطه بكربون اس بي 2، هتقول هنا 2 رابطه سيجما وواحد فقط لون بير، يبقى 3، يبقى نوع تهجين الاكسجين دي اس بي 2. طب السلفر؟ هتقول السلفر مرتبطه بكربون اس بي 2، يبقى محاطه ب 2 سيجما وواحد فقط من اللون بير، يبقى 3، يبقى نوع تهجين اس بي 2. طيب لو قلت لك ذره زي الاكسجين كده، نيتروجين او اكسجين اي ذره، تحتوي على 1 او 2 لون بير اوف الكترون، لكن عامله دبل بوند، اه النيتروجين عامله دبل بوند اهو. هنا بتحسب اللون بير مهما كان عدده 1 2 3، لا بتحسب اللون بير كله. زي ما خدنا دلوقتي تهجين الاكسجين في جزيء الاكسجين او 2، حسبنا 2 لون بير وواحد اكسجين، تمام؟ برضه نفس الحكايه هنا، النيتروجين هنا عامله دبل بوند، هنقول نيتروجين متصله ب 2 سيجما وواحد لون بير، يبقى 3، يبقى النيتروجين هنا ايه؟ اس بي 2. هنا الاكسجين متصله باكسجين بكربون اس بي 3، فخلاص دي اس بي 3 عادي، بنقول 2 سيجما و2 لون بير يبقى 4، يبقى نوع تهجينها اس بي 3. لكن هي متصله بكربون اس بي 2، فهنحسب واحد ومش هنحسب الثاني. فهنقول الاكسجين متصله ب2 سيجما وواحد فقط لون بير، يبقى 3، يبقى اس بي 2. كده انا عرفتك ازاي تعرف التهجين. طب انا عايز افهمك الكلام ده كله ازاي. يبقى لازم اشرح لك قاعده اسمها اندكتيف وميزوميريك افكت. مش هشرح لك القاعده كلها، قاعده طويله شويه، لكن هقول لك على اللي يفيدك في تحديد نوع التهجين بتاع الذرات. تخيل معايا كده في البيت حاطط حاجه سخنه على ايدك، لو سبتها على ايدك احساسك بالحاجه دي هيزيد جدا. طيب ايه رد فعلك الطبيعي؟ هتحركها بين ايديك الاثنين بحيث احساسك بيها يقل. نفس الحكاية في الذرات او في المركبات. المركب ده كده عليه شحنة سالبة، بيبقى احساسه بالشحنة السالبة عالي جدا، فيعمل ايه؟ يحرك الشحنة السالبة بين ذرتين، اهي الذرة دي والذرة دي، يعني حركها من الذرة دي وده للذرة دي، ذرة دي للذرة دي، ذرة دي للذرة دي، ذرة دي للذرة دي، وده واقف في النص كده ايه، بيحرك الدبل بوند زي ما انت شايف كده. الحركة دي اسمها الريزونانس أو الرنين. أي مركب بيعملها إمتى؟ لو كربون عليه شحنة موجبة أو سالبة أو لون بير ومتصل بكربون اس بي 2، ساعتها بيحرك الروت باي، الرابطة باي رابطة ضعيفة، فالمركب يقدر يحركها بحيث يقلل من إحساسه مين؟ بالإشارة. فالريزونانس انكريز الاستابيليتي، أي ريزونانس بيزود الثباتية لأنه بيقلل من إحساس المركب بالشحنة. يعني كأن المركب مش هاليه الشحنة دي أصلا. فلما أقول لك تهجين الكربون دي إيه؟ كأن الشحنة دي مش موجودة، هتقول 3 رابط سيجما فقط، يبقى اس بي 2. أو اعتبر الكربون دي أهي، مش دي الكربون اللي عملت الريزونانس أو الحركة بتاعت الرنين؟ خلاص الكربون اللي تهجنها إيه؟ اس بي 2، ما هي الكربون دي هي الكربون دي. الحركة بتاعت الإلكترونات دي اللي اسمها الريزونانس تندرج تحت اسمه ميزوميريك افكت. الميزوميريك افكت هو الكومبليت ترانسفير اوف الكترون ثرو باي بوند، يعني الانتقال الكامل للإلكترونات خلال رابطة باي. كل اللي بنعمله ان احنا نحرك الإلكترونات خلال رابطة باي، الرابطة باي دي بتتحرك من هنا لهنا، والإشارة الموجبة بتتحرك من هنا لهنا زي ما انت شايف كده. ده بيقلل من إحساس المركب بالإشارة وبيزود من ثباتية المركب. برضه نفس الحكايه هنا، اشاره سالبه هنا بعد كده هنا. فلما اقول لك تهجين اي مركب عليه شحنه ومرتبط بذره اس بي 2، اعرف ان الشحنه ديت عامله رنين او ريزونانس،
فمش بنحسبها. طب هنا الاكسجين عليه 2 لمبير، الرنين بيتم من خلال لمبير في الكترون واحد فقط لا غير، يعني ده هيتنقل للكربون، بس الكربون ما نقولش عليه لمبير بقى، الكربون عليه 2 الكترون يبقى شحنه سالبه، يبقى هنا شحنه سالبه، بعد كده يرجع تاني لمبير على الاكسجين، بعد كده شحنه سالبه على الكربون، بعد كده لمبير على الاكسجين. ليه الحركه دي؟ الريزونانس بيزود من الثباتيه، فاي مركب يقدر يعمل الحركه دي هيعملها. ليه؟ عشان يزود الثباتيه بتاعته. ريزونانس انكريز الاستابيليتي. طيب ما الاكسجين هنا فيه 2 لمبير في الالكترون، ليه واحد فقط لا غير اللي شغال في الريزونانس؟ هعرفك دلوقتي. فهنا نوع التهجين في الاكسجين هتقول 2 سيجما 1 لمبير يبقى اس بي 2، نفس الاكسجينه دي هي الاكسجينه دي، يبقى الاكسجينه دي تهجينها ايه؟ برضو 2 سيجما 1 لمبير يبقى اس بي 2. طيب يا دكتور في دلوقتي اهو سلفر عليه 2 لمبير في الالكترون، وهنا في دبل بوند وهنا دبل بوند، ما يعمل ريزونانس هنا وريزونانس هنا ونشيل 2 لمبير؟ قلت لك دلوقتي الريزونانس مش بيتم الا بواحد لمبير فقط لا غير. ايه السبب؟ تعالى نفهم. قلنا عشان تتكون الرابطه باي لازم اوربيتالات بي تكون موازيه لبعضها كده وتعمل لاترال اوفرلاب تداخل بالجنب عشان تكون الرابطه باي، وكذلك عشان تعمل مين؟ الريزونانس. لازم اوربيتال بي يكون موازي لاوربيتال بي اللي جنبه عشان يعمل معاه الريزونانس. ففي لمبير اوف الكترون هنا موازي لاوربيتال بي ده هيعمل معاه الريزونانس. طب ده لا، ده عمودي عليهم، لا يمكن يتم الريزونانس من خلال اوربيتالين بي الا لما يكون متوازيين، يعني اوربيتال بي موازي لاوربيتال بي فيعمل ريزونانس، لكن عمودي لا ما يعرفوش خالص. فهنقول سلفر هنا محاط ب 2 سيجما 1 لمبير يبقى 3، يبقى نوع تهجين اس بي 2. طيب كذلك في حاله مين؟ النيتروجين ده. هنا النيتروجين عامل دبل بوند، فقلنا 2 سيجما 1 لمبير تهجينه اس بي 2، ليه هنا حسبنا لمبير وليه هنا لمبير ما دخلتش في الريزونانس؟ هتقول لان هنا النيتروجين في اوربيتال بي مرتبط مع اوربيتال بي جنبه برابطه باي، مش اوربيتال بي ده مع اوربيتال بي ده عامل رابطه باي دي. طيب ده معناه ان اللمبير اوف الكترون موجودين في اوربيتال بي مش موازي للاوربيتالات الثانيه، فلا يمكن ندخل في الريزونانس، وبالتالي اللمبير مش داخلين في الريزونانس، وبالتالي نحسبه في التهجين. هنقول هنا النيتروجين محاطه ب 2 سيجما 1 لمبير فتهجينها اس بي 2. على عكس ايه بقى؟ لو النيتروجين كل رابطه احاديه، ساعتها اللمبير اوف الكترون هتكون موجوده في اوربيتال موازي لاوربيتالات بي الثانيه، فيدخل معاهم في ريزونانس، فمش هنحسبه. فهنقول النيتروجين محاط ب 3 روابط سيجما، كان النيتروجين تهجينه اس بي 2. انا ممكن احفظك واقول لك كل النيتروجين المحاطه او المرتبطه بكربون اس بي 2 تبقى تهجين اس بي 2، والنيتروجين برضو المرتبطه بكربون اس بي هتبقى تهجين نيتروجين اس بي 2. بس ممكن اديك مثال، النيتروجين بيعمل رابطه تناسقيه، دي رابطه خدتها في ثانويه عامه وتبقى تهجين اس بي 3، بس انا مش هدخل في المواضيع زي دي، انا عايزك تكون فاهم التهجين مش حافظه. يعني ملخص، اي بوزيتيف تشارج واي راديكال مش بنحسبه في التهجين، اي نيجاتيف تشارج واللمبير بنحسبه في التهجين ما عدا لو وقع في الريزونانس، يعني لو في ذره عليها شحنه سالبه او في لمبير اوف الكترون مرتبطين بكربون اس بي 2 هيعملوا حاجه اسمها الريزونانس عشان يزودوا من الاستابيليتي بتاعت المركب، وبالتالي تعتبرهم مش موجودين في المركب خالص فمش هنحسبهم في التهجين. طيب لو ذرة عليها 2 لمبير اوف الكترون، عليها زوجين من الالكترونات الحرة، في زوج واحد فقط اللي بيدخل في الريزونانس والزوج الثاني مش بيدخل، ايه السبب؟ لأن الزوج الثاني بيكون في اوربيتال مش موازي لاوربيتالات بي الثانية، فمش يقدر يعمل ريزونانس، لأن شرط من شروط الريزونانس أو تكوين الرابطة باي إن يحصل لاترال اوفرلاب تداخل بالجنب من خلال اوربيتالات بي موازية لبعضها. طيب مثلا لو خدت لك مثال زي ده كده وقلت لك تهجين النيتروجين ايه؟ هتقول النيتروجين هنا على دبل بوند فلا يمكن اللمبير داخلين في الريزونانس، لا مش هيدخلوا في الريزونانس. كده النيتروجين محاطه ب 2 سيجما 1 لمبير يبقى تهجين النيتروجين اس بي 2. طب الاكسجين؟ لا الاكسجين هنا في لمبير هيدخل في الريزونانس، واللمبير الثاني لا مش هيدخل في الريزونانس لان هيكون في اوربيتال بي عمودي على اوربيتال بي الثانيه، فهيكون في 2 سيجما 1 لمبير يبقى 3 ب اس بي 2. طب هنا النيتروجين؟
النيتروجين هنا اللون بير داخلين في الريزونانس. ليه؟ لان النيتروجين هنا كله رابطه احاديه، فاللون بير هيكون موجود في اوربيتال بي موازي لاوربيتال بي في الكربون دي، وبالتالي هيعمل مع الريزونانس. فالنيتروجين هنا محاطه ب 3 سيجما، يبقى خلاص النيتروجين ده اس بي 2. اس بي 2 3 يبقى اس بي 2. هسيب لكم الباقي تعرفوا نوع تاجي. طيب كده انا وصلت الفكره بسرعه. اللي مش فاهم اللي قلته يا ريت يسالني وممكن اوضح له اكتر، اما عن طريق التليفون او على الفيسبوك. اسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.